لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد وأعجبني. طبعا يجب أن تكون مواصفات البئر، يجب أن يكون البئر مغلق ومحكم الإغلاق بغطاء. طبعا هناك طبقة من الإسمنت أو طبقة من الطوب يتم بناؤه فوق مستوى الأرض حتى تمنع من نزول أي رواسب أو أي مشاكل موجودة في الأرض أو أي تجمعات مياه أن تدخل إلى داخل البئر عن طريق فتحة البئر أو عن طريق فتحة الخزان الأرضي. فيجب أن تكون هذه الطبقة بهذه السماكة حتى يمنع دخول أي تسرب للمياه الموجودة على السطح أو أي شيء موجود على السطح أن يدخل إلى داخل البئر. وبعد هذه الطبقة كذلك هناك الغطاء، هذا الغطاء يجب أن يكون موجود للبئر أو للخزان الأرضي حتى يحمي من أي تلوث يحصل للبئر من الخارج أو من دخول حشرات أو من دخول حيوانات أو من الغبرة والأتربة الموجودة في الخارج حتى تحميها على ألا تدخل إلى داخل البئر. طبعا هنا فتحة أيضا كما تلاحظون، هذه الفتحة تستطيع من خلالها أن تدخل البايب عند عملية التعبئة حتى لا تضطر إلى فتح الغطاء كاملا، فقط تكون مخصصة لعملية إدخال البايب من هنا. أو تستطيع أيضا أن تجعل ماسورة خاصة لها غطاء خاص مغلق، تفتح هذا الغطاء خلال عملية التعبئة ثم ترجع وتقوم بعملية إغلاقه مرة أخرى، وبهذه الطريقة أنت تحمي من أن يدخل أي شوائب أو أي مشاكل إلى داخل البئر أو الخزان. طبعا هذا هو البئر كما تلاحظون، هناك مضخة غاطسة في أسفل البئر، وهذه المضخة الغاطسة هي التي تقوم بعملية سحب الماء إلى داخل محطة التحلية، حيث أنها تقوم بسحب هذه المياه إلى مضخة أخرى سوف نتعرف عليها وهي موجودة قبل الفلتر الرملي والكربوني. المضخة الموجودة في الخزان الأرضي أو البئر تقوم بسحب المياه وإعطائها عن طريق المضخة الأخرى. هذه المضخة تقوم بزيادة ضغط المياه الداخلة إلى محطة التحلية. طبعا هذه المضخة يجب أن تعطي تقريبا بالنسبة لمحطة إنتاجها 45 لتر بير أور أن تعطي ضغط بحدود تقريبا 4 بار، أن تعطي ضغط 4 بار إلى داخل الفلاتر حتى تصل إلى الار او. فهذا هو خط المضخة، خط السحب وخط ماذا، خط الدفع. بعد ذلك تدخل المياه إلى الفلتر الرملي، إلى الفلتر الرملي. طبعا تعرفنا على وظيفة الفلتر الرملي وتكمن وظيفته بإزالة التربيديتي والعكارة والشوائب وأي أوساخ موجودة بالمياه، بحيث أنه يسمى عملية إبري تريتمنت، وبالتالي هو يحمي من دخول هذه الشوائب والأوساخ إلى الفلتر الكربوني، لأن وظيفة الفلتر الكربوني ألا يجمع الأوساخ، له وظيفة أخرى سوف نتعرف عليها، وكذلك حماية أيضا للآر أو وممبرينات الآر أو وأغشيتها على أن يدخل لها تربيديتي عالي ويحصل لها فاولينج توسخ اتساخات. طبعا الفلتر الرملي كما ذكرنا له عدة رؤوس للتحكم بهذا الفلتر،
هذا الرأس مثلا الكليك يتحكم إلكترونيا بالفلتر الرمل، بحيث أنه تستطيع أن تضبطه على وقت معين، وهذا الوقت المعين الذي تضبطه عليه يدخل في عملية الباك ووش. فالفلتر الرملي بحاجة إلى باك ووش كل فترة وأخرى حتى تزيل هذه الأوساخ. طبعا الباك ووش يكون من أسفل إلى أعلى. هناك أنواع من الفلاتر الرملية يكون رأس التحكم لها عدة مراحل، بمعنى هنا في هذا الفلتر له مرحلتين للباكوش، إيه مرحلة الباكوش ومرحلة الفلش من أعلى لتحت. هناك فلاتر تستخدم اير سكوب، عملية خلط بالهواء حتى تخلط التراب أو المادة الفلترة ببعضها البعض، وبالتالي تخرج الأوساخ، خصوصا إذا كانت الفلاتر من النوع الكبير. بعد ذلك تدخل المياه إلى الكاترج فلتر كما تلاحظون. الكاترج فلتر هذا من النوع 5 مايكرون، برضو وظيفته إمساك الأوساخ وتقليل التربديتي. أي شوائب نفذت من الفلتر الرملي يستطيع أن يمسكها هذا الفلتر، فهو أيضا كحماية إضافية من أي توسخات أو أي اتساخات تحدث للماء. طبعا يكون له ساعة بريشر قبله وساعة بريشر بعده. لماذا ساعتين بريشر؟ حتى يعطي فرق ضغط، تستطيع أن تعرف من خلاله أن هذا الكاتج فلتر قد حصل له انسداد أو وصل إلى مرحلة الانسداد لكي تغيره. بعد ذلك تدخل المياه إلى الفلتر الكربوني. الكربون فلتر وظيفته الأساسية، طبعا الكربون فلتر هو اكتيفيتد كربون، عبارة عن كربون منشط. وظيفته الأساسية هو عملية إزالة الكلور بعملية الامتزاز، وبالتالي لأن الكلور إذا دخل على أغشية الـ RO خصوصا البولي أمايل فإنه يقوم بتدميرها، فهو مادة مؤكسدة، وبالتالي يقوم بأكسدة الأغشية وتدميرها وتخريبها وتلفها، فهي لا تتحمل الكلور، وبالتالي يقوم الفلتر الكربوني بإزالة هذا الكلور قبل دخوله إلى الأغشية. وله وظيفة أخرى أيضا، وهي إزالة العكارة، إزالة أقصد إزالة الأورجانيك، المواد العضوية أيضا، وكذلك بما يتعلق أمور تتعلق بالطعم والرائحة، فله خاصية الامتزاز، وذلك يعتمد على السطح الفعال للأكتيفيتد كربون، والذي يكون واسع جدا بمساماته الداخلية. طبعا اذا يجب هنا عند عمليه فحص المياه بعد الكربون فلتر ان تكون خاليه من الكلور تماما. بعد طبعا هناك ساعه ضغط بعد الفلتر الكربوني يجب ان تكون موجوده، وقبل الفلتر الكربوني وكذلك الفلتر الرملي يجب ان تكون هناك ساعه ضغط بعده وساعه ضغط ايضا قبله، حتى تستطيع ان تعرف من خلال فرق الضغط كفاءه أو مدى توسخ الفلتر الكربوني، لأنه قد تستطيع أن تعتمد على ساعات الضغط بأن تصل لمرحلة الغسيل للفلتر الكربوني. أيضا الفلتر الكربوني يتم له عملية باك ووش من خلال رؤوس التحكم، هذا رأس التحكم الإلكتروني. طبعا هناك رؤوس تحكم، أو هناك عبارة عن غرفات تحكم يدوية تستطيع أن تعمل لها باك ووش حسب النظام أو السيستم الذي تقوم بتركيبه في المحطة. بعد ذلك تدخل المياه إلى الكاترج فلتر، الفلاتر القطنية. الفلاتر القطنية أيضا عبارة عن 5 مايكرون، وأيضا وظيفتها أيضا كبري تريتمنت، هي ضمان دخول مياه نقية صافية خالية من التربديتي والشوائب إلى وحدة المعالجة الرئيسية والمهمة، وهي الريفيرت أسموزز ماشين. وحدة التناضح العكسي تدخل المياه إلى الممبرينات في وحدة التناضح العكسي. طبعا هي عبارة عن مجموعة من الممبرينات، الممبرين الواحد يتكون من غشاء، الغشاء هذا يكون ملفوف بطريقة معينة بحيث أنه يقوم بعملية تنزيل نسبة الأملاح عن طريق عملية الفصل إلى بيرمت ورجكت، وعن طريق اللي هو ريفيرس اسموز ماشين عكس الخاصية الاسموزية، سوف نتحدث عنها في دروس أخرى. كذلك طبعا وحدة التناقل العكسي تستطيع أن تضع فيها ما شئت
من البارامترات، ولكن البارامترات المهمة والرئيسية هو بارامتر للريجكت فلو ريجكت تدفق الريجكت، وبارامتر لتدفق البيرمت الناتج، وبارامتر للفيد بريشر جيج، وبارامتر للاوبريتنج بريشر جيج. وهناك ايضا عبارة عن محبس مهم جدا وهو اوبريتنج بريشر كنترول فالف، يتحكم بعملية الضغط، وذلك وهو موصول بخط الريجكت، فهو يتحكم بالضغط ويتحكم ايضا بالفلو التدفقات. تستطيع ان تضيف ايضا مثلا تي دي اس ميتر للبيرمت على نفس وحدة على وحدة المعالجة، وتستطيع ان تضيف ما شئت من البارامترات في وحدة المعالجة لكي تستطيع ان تراقب اداء وحدة الار او. وكلما زاد عدد البارامترات كلما كان هذا افضل ومناسب اكثر لمتابعة وحدة المعالجة. طبعا بعد ذلك تخرج المياه اوتلت من طبعا نريد ان نتعرف ايضا على ان هناك ايضا كاترج فلتر داخل على الممبرينات. ايضا هذا الكاترج فلتر وظيفته هي عمليه حمايه ايضا للممبرينات، لان الممبرينات هي مهمه جدا، يجب ان تكون يعني التربيديتي في نقاوه عاليه، وان يكون نسبه التربيديتي منخفضه جدا حتى لا يؤثر على الممبرينات ويحصل لها اتساخ. ايضا هذا كاتج فلتر اخر ايضا 5 مايكرون كحمايه، وكلها عمليه بري تريتمنت حمايه للوحده الرئيسيه، وحده المعالجه الرئيسيه، وهي وحده التناضح العكسي. طبعا تخرج المياه من الار او، هذا عباره عن خزان تجميع للمياه. هذا الخزان تستطيع ان تاخذ منه عينه ايضا لتفحص التي دي اس. عملية الخلط المياه الخارجة من الار او تكون منخفضة الاملاح اقل من 100، فنقوم بعملية خلط ميكس من مياه الرئيسية. طبعا هذا الخلط يكون قادم من ايش؟ من الفلتر النهائي، حتى تكون المياه مفلترة وذات تربيديتي منخفض جدا. وبالتالي بعملية الميكس هذا الخلط نقوم بعملية ماذا؟ رفع بالنسبة الاملاح. بعد ذلك تخرج المياه الى اليو في الترا فايوليت، اللي هي عباره عن وحده من وحدات التعقيم الرئيسيه للمياه عن طريق الاشعه فوق البنفسجيه. طبعا لا، هي تقتل بنسبه معينه للبكتيريا ولا يمكن الاعتماد عليها بشكل كامل في عمليه التعقيم، ولكن هذا نستطيع ان نستخدمها في عمليه التعقيم الثانوي. بعد ذلك تخرج المياه الى ايش؟ الخزان الرئيسي. طبعا بالنسبة للخزان الرئيسي وهو خزان الناتج النهائي، يفضل أن يكون هذا الخزان من الستانلس النقي، من الستانلس النقي حتى لا يصدأ ويسبب مشاكل في طعم المياه. طبعا هناك أيضا لعملية التعقيم وهو مهم جدا، وهو عبارة عن جهاز الأوزون. طبعا جهاز الأوزون سوف نتحدث عنه بشكل أكبر. الخط الواصل منه طبعا يدخل إلى داخل الخزان ويقوم بعملية التعقيم، ويعتمد بشكل كبير على جهاز الأوزون في عملية التعقيم. لماذا؟ لأن الأوزون فعال سريع جدا في عملية قتل البكتيريا والتخلص من البكتيريا الضارة.